ضمن جهود دولة الكويت لمساعدة الأشقاء في قطاع غزة، نظمت جمعية الرحمة العالمية سلسلة مشاريع لمساعدة النازحين في القطاع. ضمت المشاريع توزيع السلال الغذائية ومشروع إفطار صائم الذي استمر طوال شهر رمضان المبارك. تتصدر دولة الكويت المشهد الإنساني في قطاع غزة الجريح، حيث تتواصل الجهود الإغاثية والإنسانية الكويتية هنا. فجمعية الرحمة العالمية في دولة الكويت نفذت سلسلة مشاريع كبيرة خلال الشهر الفضيل، منها السلال والطرود الغذائية التي وزعت على آلاف النازحين في الخيام ومراكز الإيواء شمال وجنوب قطاع غزة، مما كان له بالغ الأثر على الأسر التي أجبرتها الحرب على النزوح والتشرد. أثر الطرد الغذائي أنا محتاجاه كتير، يعني وأنا يعني بعاني من ظروف كتير صعبة والله، وأنا ردت فعلي أنا بسطت فيها كتير كتير كتير، يعني قدمتوا لي إياها وبشكر عن جد يعني الكويت، يعني وبشكر جمعية الرحمة اللي قدمتنا إياها وخششت الفرحة بقلوب صغارنا. الحاجة اللي بنستفيد منها من أهل الخير، من أهل الكويت، من أهل الخير كتير كتير بتفرج علينا، لأنه إحنا ما معانا مثلا رأس مال نشتري والإشي غالي كتير، فهيك يعني بنفرح فيها وبننبسط فيها وبنشكر أهل الكويت فيها وجزاكم الله كل خير. مشروع إفطار الصائم أقامته جمعية الرحمة العالمية في دولة الكويت طوال الشهر الفضيل، والذي يعد من أهم وأكبر المشاريع التي نفذت خلال شهر رمضان المبارك. تختتم جمعية الرحمة العالمية بدولة الكويت مشروعها الرمضان المميز إفطار الصائم، وتوزيع 5000 سلة غذائية إلى شمال قطاع غزة المحاصر. وتقوم الآن جمعية الرحمة العالمية في ختام هذا المشروع بتوزيع 1000 سلة غذائية في محافظتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة. وآخر هذه المشاريع كانت هي توفير تنكات مياه بمعدل 25 كوب يومياً تجوب مراكز الإيواء في شمال وجنوب قطاع غزة. نقدم 1000 وجبة ساخنة في كل منطقة على حدة، نستهدف بها العائلات الفلسطينية النازحة والمشردة في مراكز الإيواء المختلفة وفي المخيمات وفي العشوائيات. وما زالت الجهود مستمرة لدولة الكويت ولجمعية الرحمة العالمية بالكثير والعديد أيضا من المشاريع الأخرى، وعلى رأسها أيضا مشروع الرغيف الخيري، الرغيف الساخن. بكل تأكيد الأنشطة الإنسانية الكويتية لها بالغ الأثر على السكان هنا، فالواقع المعيشي غير إنساني في الشوارع والطرقات، حيث يتكدس الناس في المناطق الجنوبية نتيجة النزوح الإجباري، أكثر من 1,000,000 نازح من الشمال إلى الجنوب في ظل عدم التغذية السليمة والإيواء المناسب وانتشار الأمراض المعدية وسوء التغذية بين آلاف النازحين الفلسطينيين. عبد الرحيم أبو كويك، تلفزيون دولة الكويت، من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فلسطين.